بسم الله الرحمن الرحيم، يا اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده ان شاء الله عايزين نتكلم عن مساله مهمه جدا، وهي الامر الضمني بألا وجه لاقامه الدعوه الجنائيه بالتطبيق على محاكمه القرن، محاكمه حسني مبارك. خلينا قبل ما نبدا اسمحوا لي الاول ان احنا نشكر نقابه المحامين المصريه، النقابه العريقه، وعلى راسها السيد الاستاذ الجليل نقيب المحامين الاستاذ رجاء عطيه، والسادة الأفاضل القائمين على الشق الإعلامي على المجهود الرائع المبذول في الفترة الأخيرة، ونشكر مجلس النقابة. خلونا ندخل في الموضوع عشان ما نضيعش وقت حضراتكم. محاكمة حسني مبارك تعتبر محاكمة القرن. ليه؟ مش عايز أقول لضخامة المناصب الخاصة بالمتهمين، لأنه رئيس الجمهورية، وزير الداخلية، وستة من معاونيه، مش عشان كده وبس، لا، عشان المحاكمة تقريبا كان أحرزها حوالي 160 ألف ورقة، فهي ماديا ومعنويا محاكمة ضخمة. المحاكمة مرت بعدة مراحل. كانت المرحلة الأولى أمام محكمة الجنايات، ثم اللي صدر فيها حكم بالمؤبد، ثم طعن بالنقد على هذا الحكم فنقد هذا الحكم، وأعيدت المحاكمة مرة أخرى أمام محكمة الجنايات بدائرة مغيرة. دي بنسميها محكمة الإعادة، يعني اللي جاية من محكمة النقد دي بنسميها محكمة الإعادة، هي محكمة الجنايات بتبقى بدائرة مغيرة. دي بقى اللي كانت المحاكمة المهمة والخطيرة، واللي لأن المفترض إن حكمها نهائي بات، يعني إلا إذا توفر سبب من أسباب الطعن بالنقد لتاني مرة، وده فعلا حصل، فبتتحول النقد لتاني مرة إلى محكمة موضوع. لكن خلينا في محكمة الإعادة، دي المحاكمة اللي خدت الزخم الإعلامي الحقيقي، لأن تقريبا استمرت حوالي 3 سنوات، وكانت مذاعة على الهواء مباشرة، ترافع فيها كبار المحامين الجنائيين في مصر، وكان فيها قانون بشكل فني بشكل علمي. تقريبا قعدوا المحامين 30 يوم يترافعوا، فخدوا حريتهم بالكامل، فدفوع قانونية مهولة اتقالت. احنا هنركز على الشق القانوني، ما نرجعه بالسياسة، ما لا نناقش المسائل السياسية، ولكن نناقش المسائل القانونية العلمية البحتة. النهاردة هتكلم في جزئية في دفع بالأستاذ فريد الديب، كان المحامي المترافع عن حسني مبارك، وهو الدفع الإجرائي الأول اللي دفع به، وهو الدفع بعدم قبول الدعوة الجنائية في جريمة الاشتراك في جرائم قتل المتظاهرين وإصابتهم، الدفع بعدم قبول الدعوة الجنائية في هذه الجناية لسبق صدور أمرا ضمنيا بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية، وده الدفع اللي قبلته المحكمة، يعني ده الدفع اللي المحكمة قبلته وطلعت الحكم به. يعني محاكمة حسني مبارك في محكمة الإعادة لم يكن حكما بالبراءة في خصوص تهمة قتل المتظاهرين أو الاشتراك في قتل المتظاهرين، لا، هو كان حكم إجرائي منطوق أو بقبول الدفع، اللي هو عدم قبول الدعوة الجنائية لصدور سبق صدور أمرا ضمنيا بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية. ثم عرض هذا الحكم على محكمة النقض لتاني مرة، وألغت محكمة النقض هذا الحكم وحكمت بالبراءة. ولكن اللي يهمنا الدفع القانوني، احنا مش هنعلق على أحكام القضاء، احنا بنعلق على الدفع القانوني المبدأ أمام محكمة الإعادة، وهو دفع مهم جدا. ليه بنعلق عليه؟ لأنه قانوني بحت صرف دقيق، غير منتشر. يعني غير منتشر؟ يعني مش موجود في الواقع العملي كتير، محاكم قليلة اللي بتاخد بيه، فإحنا أثرنا إن إحنا نتكلم فيه في محاكمة كبيرة زي دي، إن محكمة كبيرة زي دي خدت بيه، عشان نقدر إن إحنا نستعمله أمام محاكم الجنايات فيما بعد، أو المحاكم الجنائية عموما فيما بعد، ويكون ده حجة لينا في استعمال مثل هذا الدفع، لأنه دفع في منتهى الأهمية. خلينا قبل ما ادخل في تفاصيل هذا الدفع، اللي هو الامر الضمني بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية، خلينا نقول ان الدعوة الجنائية بتمر بعدة مراحل. تبدأ الدعوة الجنائية بمرحلة التحقيق الابتدائي، طبعا جمع الاستدلالات زي ما قالت محكمة النقض، مرحلة جمع الاستدلالات اللي هي اللي بتقوم بها الشرطة، دي ما هياش من مراحل الدعوة الجنائية، هي سابقة على مراحل الدعوة الجنائية. يبدأ الدعوة الجنائية من مرحلة التحقيق الابتدائي، اتصال علم النيابة بالجريمة يعني. تبدأ مرحلة التحقيق الابتدائي، ثم بعد مرحلة التحقيق الابتدائي
في ناس يقول لك المحاكمة، لا هو في النص مرحلة اللي هي مرحلة التصرف التحقيق الابتدائي، يبقى أنا عندي مرحلة التحقيق الابتدائي ثم التصرف ثم المحاكمة. يعني التحقيق الابتدائي إما بقى بالحفظ أو أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة الجنائية، وإما بالإحالة إلى المحاكمة، وتبدأ مرحلة المحاكمة ثم تنفيذ العقوبة. فالمحكمة الدستورية العليا قالت لك إن الدعوة الجنائية تبدأ من مرحلة التحقيق تنتهي بمرحلة تنفيذ العقوبة وتمر بمرحلة التصرف في الدعوة الجنائية والمحاكمة. النيابة العامة لما بتحقق في أي جريمة بعد ما بتنتهي التحقيقات بتاعتها عندها طريق من الاثنين، إما أنها تحفظ الدعوة أو تحفظ التحقيقات أو تنهي هذه الدعوة بصدور أمر بالحفظ أو أمر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية، وإما أنها تحيل هذه الدعوة بأمر الإحالة، قائمة أدلة الثبوت والتحقيقات اللي هي عملتها، وتعمل أمر الإحالة وتحيل هذا الأمر إلى المحكمة. يبقى تبدأ الدعوة الجنائية بالتحقيق وترفع إلى المحكمة بأمر الإحالة. ده فرق مهم هنجيله بعدين، هنجيله دلوقتي ونشوف محكمة النقض ايه الاثر اللي رتبته على الفرق دوت، الفرق ما بين بدء الدعوة الجنائية ورفع الدعوة الجنائية. بدء الدعوة الجنائية بالتحقيق الابتدائي، رفعها بأمر الإحالة، بأمر الإحالة إلى المحكمة الجنائية، لأن ممكن الدعوة الجنائية لا ترفع، تنتهي قبل ما ترفع، هي بدأت التحقيقات، الدعوة الجنائية بدأت ولكن انتهت قبل أن تحال إلى محكمة الموضوع، إلى قاضي الموضوع، إلى محكمة الجنايات أو المحكمة الجنائية عموما يعني. طيب النيابة العامة وهي في صدد التصرف في الدعوة الجنائية عندها زي ما قلنا طريقين، إما الحفظ أو الأمر بألا وجه يعني انتهاء الدعوة الجنائية، أو الإحالة إلى محكمة الجنايات. وهي بتحفظ بقى بتطلع قرار من الاثنين، حاجة اسمها أمر بالحفظ وحاجة اسمها أمر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية، الفرق بينهم كبير وضخم وشاسع. أمر الحفظ ده يا جماعة هو عفوا تصرف إجرائي، تصرف إداري، حفظ الأوراق، يقول لك حفظ الأوراق إداريا. حفظ الأوراق إداريا ده أمر لا يترتب عليه حجية الأمر النقضي، يعني لا يحوز حجية الأمر النقضي، يعني إحنا بنشيل الورق في الدرج هنرجع له في أي وقت، بنشيل الملف في الدرج وهنرجع له في أي وقت إذا ظهرت أي أدلة جديدة أو ظهرت أي حاجة نقدر إن إحنا نرجع ليه هذه الدعوة، ده أمر الحفظ. أما الأمر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية يعني أنه لا يوجد شبهة جنائية في هذا الاتهام أو عدم كفاية الأدلة في هذا الاتهام، مفيش جريمة أصلا، فأنا بحكم أو مش بحكم، بطلع قرار بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية، يعني أنا كنيابة عامة بنهي الدعوة في مرحلة التحقيق الابتدائي لأني اكتشفت أني مفيش جريمة أو أن الواقعة لا يجوز فيها المحاكمة، فبنهي الدعوة الجنائية عند هذه المرحلة وهي مرحلة التحقيق الابتدائي دون إحالتها إلى المحاكمة أو المرحلة النهائية وهي المحاكمة. الأمر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية ده بيحوز حجية الأمر المقضي. يعني إيه بيحوز حجية الأمر المقضي؟ هو أمر قضائي، يعني لو النيابة طلعت أمر بألا وجه لإقامة الدعوة ما ينفعش بعد كده ترجع فيه، يعني ما ينفعش تقول أنا هعيد التحقيق الابتدائي تاني، أنت خلاص طالما ما تلغاش لي أسباب للإلغاء وفي سلطات للإلغاء والنائب العام هو اللي ليها شروط ان انت تعرف تلغي الامر بألا وجه، لكن اذا الامر بألا وجه لم يلغى وظل قائما، لم يلغى للاسباب والصلاحيات ومين اللي يلغيه واسباب الغائه، موضوع كبير جدا، لكن اللي يهمني اذا ما الامر بألا وجه ظل قائما لا تجوز اعادة المحاكمة او حتى التحقيق في ظل وجود امر بألا وجه قائم، ما ينفعش ان احنا ده هياخد حجية الامر المقضي. اما امر الحفظ لا يحوز حجية الامر المقضي. طب ايه الفرق ما بين امر الحفظ والامر بألا وجه؟ اقول لك فرق جوهري جدا 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 اقرته محكمة النقض في احكام كتيرة جدا، احكام ضخمة جدا وده لا منازع فيه، ان كل تصرف بحفظ الاوراق، بحفظ الاوراق يأتي بعد إجراء من إجراءات التحقيق في حقيقته هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية. شفت الخطورة؟ كل تصرف من النيابة العامة بحفظ الأوراق يأتي بعد أي إجراء من إجراءات التحقيق هو في حقيقته أمرا بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية. أحيانا النيابة العامة
اصلي احيانا يقول لك ايه حفظ، يدي امر بحفظ الاوراق حتى بعد ما يحقق، يدي امر بحفظ الاوراق ليه؟ عشان ما يسببش، لانه لو طلع امر بقى له وجه لازم يدي اسباب. امر الحفظ بيروح مؤشر كده على الملف، على الكفر بتاع الملف، ويقول لك يحفظ اداريا ويمضي، ورئيس النيابه يمضي، وخلصنا على كده، ما حطش اسباب. في حقيقه التصرف دوت هو امر بقى له وجه لاقامه الدعوه الجنائيه. يبقى هو سماه امر حفظ، لكن في حقيقته هو امر بقى له وجه، واقدر اتمسك امام المحكمه بعدم قبول الدعوه لسابقه صدور امر بقى له وجه، رغم انه امر حفظ. بس جه بعد تحقيق، لو حصل بعد تحقيق هو امر بقى له وجه، لكن اذا ما حصلش اي تحقيق هو امر حفظ لا يحوز حجيه الامر المقضي. يبقى المساله الفاصله القاطعه للتمييز ما بين امر الحفظ الذي لا يحوز حجيه الامر المقضي والامر بقى له وجه الذي يحوز حجيه الامر المقضي، مش المسمى بتاع قرار النيابه، لا، هو الامر ده جه بعد ايه؟ بعد جمع استدلالات ولا بعد تحقيق؟ ده حتى محكمه النقض قالت لك ايه في حكم من احكامها، قالت لك ايه؟ قالت لك ان المحقق اذا ما انتدب مامور الضبط القضائي لاجراء المعاينه فإن هذا الانتداب يعد إجراء من إجراءات التحقيق، يترتب عليه اعتبار أمر الحفظ الصادر بعد صدور أمر الانتداب بمثابة أمرا بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية. شفت الخطورة؟ يعني لو جه وكيل النيابة وقال لك انتدبنا مأمور الضبط القضائي لإجراء معينة مسرح الجريمة، ده أمر تحقيق، ده أمر من دي دي ده إجراء من إجراءات التحقيق، لو عمل بعديها امر حفظ لا هو مش امر حفظ، هو امر بقى له وجه. ليه؟ ما هو قرار الانتداب دوت محكمه النقض قالت لك قرار الانتداب دوت اجراء من اجراءات تحقيق، ولا سمع متهم ولا عمل اي حاجه، هو يعد ذلك اجراء من اجراءات التحقيق. واضح؟ فدي مساله مهمه قوي، وهو العنصر المميز ما بين الامر بقى له وجه وامر الحفظ. تعليمات النيابه العامه الماده 812 نصت عليها صراحه بقى. كتير من زمايلنا يقول لك طب ما انا اجي قدام القاضي احط له احكام نقض، اقول له لا، ده انت عندك ما هو ايضا داعم ايضا لاحكام النقض، اللي هو ايه؟ اللي بيحكم النيابه العامه. هو ايه اللي بيحكم النيابه العامه؟ تعليمات النائب العام، تعليمات النائب العام، كتاب الدوري لتعليمات النائب العام مواد. فيجي يقول لك ايه لو انت بتتكلم قدام عضو نيابه ولا بتتكلم قدام المحكمه، يقول لك اساسا النيابه العامه في اعاده احاله المتهم خالفت احكام النقض وخالفت قانون الاجراءات الجنائيه وخالفت ايضا تعليمات النيابه العامه اللي بتحكم عملها. هتلاقي الماده 812 النص الوردنج بتاعها يقول لك ايه؟ لا يجوز للنيابه ان تصدر قرارا بحفظ الاوراق، لا يجوز للنيابه ان تصدر قرارا بحفظ الاوراق اذا كانت قد قامت باجراء من اجراءات التحقيق او ندبت احد مامور الضبط القضائي، ده خد المثال بتاع محكمه النقض وراح حطه في النص، او ندبت احد مامور الضبط القضائي لمباشرته ايا كان سبب ذلك، ويكون الامر الصادر منها في هذه الحاله امرا بألا وجه لاقامه الدعوه الجنائيه. ده نص صريح لا منازع فيه، وهو خد النص ده تطبيقا لاحكام محكمه النقض. يبقى اذا حصل اي تحقيق، اي اجراء من اجراءات تحقيق، انا عندي امر بألا وجه وليس امرا بالحفظ. ده كلام جميل. الامر بألا وجه لاقامه الدعوه الجنائيه لازم يكون صريح، ده الاصل، ولكن قد يكون هذا الامر ضمنيا. خطوره الامر بقى له وجه ايه يا جماعه؟ خطوره الامر بقى له وجه لاقامه الدعوه الجنائيه انه بيترتب عليه حجيه الامر المقضي، يعني عدم جواز فتح التحقيق مره اخرى، يعني حسب الاصل العام، يعني عدم جواز المحاكمه مع قيام هذا الامر. اذا الامر بقى له وجه لم يلغى لا يجوز اعاده التحقيق، اذا الامر بقى له وجه لم يلغى لا يجوز المحاكمه مره اخرى. انت تدفع بعدم قبول الدعوه لايه؟ لوجود او لسابقه صدور امرا بقى له وجه لاقامه الدعوه الجنائيه، ما تقدرش تحاكمني تاني. ده مساله حاز لحجيه الامر المقضي اذا لم يتم الغائه وفقا للضوابط المقرره لذلك. طيب، قد يكون الامر بألا وجه ضمنيا، يعني ايه ضمنيا؟ يعني يستفاد، يستنتج بحكم اللزوم العقلي. تيجي محكمه النقض يقول لك ايه؟ قد يكون الامر بألا وجه لاقامه الدعوه الجنائيه، الامر الضمني بألا وجه لاقامه الدعوه الجنائيه، يعني ان يصدر تصرف او اجراء من سلطه التحقيق، النيابه العامه او قاضي التحقيق، تمام؟ يستنتج منه بحكم اللزوم العقلي صدور امر بألا وجه لاقامه الدعوه الجنائيه. وهنا لا يكون الامر بألا وجه مكتوبا او مسببا، وانما يكون امرا ضمنيا تم استنتاجه من اجراء او تصرف صادر من سلطه التحقيق. يعني ايه الكلام ده؟ ازاي الكلام ده؟ ازاي يحصل اجراء
يحصل تصرف من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق يستنتج منه وجود أمر ضمني بألا وجه، وما يبقاش عندك أمر ضمني أمر صريح مكتوب مسبب بألا وجه وتاخد به المحكمة. إزاي الكلام دوت؟ أقول لك إزاي الكلام دوت. بدأت إحنا لازم قلنا إني لازم نفرق ما بين إقامة الدعوة الجنائية أو تحريك الدعوة الجنائية ورفعها. تحريك أو بدء الدعوة الجنائية يبدأ بمرحلة التحقيق، رفع الدعوة الجنائية إحالتها إلى المحكمة، إلى قضاء الموضوع، إلى قضاء الموضوع. طيب قد يكون النيابة العامة وهي بتحقق، بدأت الدعوة الجنائية وبتحقق، ظهر لها في الواقع محل الاتهام تعدد معنوي للجرائم. عندي حاجتين، عندي حاجة اسمها التعدد المعنوي للجرائم، وعندي حاجة اسمها التكييف التخييري للتهمة. تعدد معنوي للجرائم وتكييف تخييري للتهمة. محكمة النقض بتقعد تفرق ما بين المسائل دي. طيب التعدد المعنوي للجرائم معناه ان وقعة واحدة حصلت رتبت اكتر من جريمة، وقعة واحدة حصلت ينطبق عليها اكتر من نص. زي ايه؟ واحد استعمل محرر مزور في النصب على شخص، يبقى هو ارتكب جريمة نصب عن طريق مستندات مزورة. هو ارتكب فعل واحد، وقعة واحدة ترتب عليها نصين ينطبقوا على هذا الفعل، نص التزوير او استعمال المحرر المزور ونص النصب. يبقى فعل واحد عمل تعدد معنوي للجرائم، عمل نصين، عمل جريمتين بسلوك واحد. او تكييف تخييري يعني ايه؟ يعني فعل واحد قد يشكل اكثر من وصف، قد يشكل اكثر من وصف. زي واحد اتقتل، فهنا النيابة العامة اما انها تحيل المتهم بوصف القتل العمد، واما انها تحيله بوصف ايه؟ ضرب افضى الى موت. هنا بنسميه التكييف التخييري. ما عنديش هنا بقى الاوصاف قد تتعدد، الاوصاف قد تتعدد. في مسألة الأوصاف، إذا عندي وقعة تشكل وصفين، إذا عندي وقعة تشكل وصفين، والنيابة العامة أحالت المتهم، أنا لسه هاجي بالتمثيل على حسني مبارك، على قضية حسني مبارك هاجي لها دلوقتي، بس أنا واخد الأمر بالتدريج. إذا عندي وقعة تشكل وصفين والنيابة العامة أحالته بوصف واحد، هل المحكمة ملزمة بهذا الوصف؟ لا، مش ملزمة بهذا الوصف. يعني إيه؟ يعني النيابة العامة في جريمة إزهاق روح مجني عليه، فجات النيابة العامة في إزهاق روح المجني عليه قدمته للمحكمة على إنه قتل عمد، تيجي المحكمة بحثت الموضوع وكيفت وقلبت جميع الأوصاف، لأن المحكمة عمرها ما هتحكم إلا لما تقلب جميع الأوصاف. محكمة النقض قالت لك لابد عليا، ملزمة المحكمة بتقلب بعدم الالتزام بالتكييف التي أوردته أمر الإحالة، لأن أمر الإحالة مش ملزم للمحكمة ولا حاجة، فتقدر تقول لك لا، الوصف دوت مش قتل عمد، الوصف ده ضرب أفضى إلى موت. إذن إحالة النيابة العامة المتهم بوصف معين لا يترتب عليه أو لا يعني صدور أمرا ضمنيا بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية بشأن الوصف الآخر، بشأن الوصف الآخر. واضح كده المسألة يا جماعة؟ طيب لو عندي بقى وقعة شكلت جريمتين زي النصب والتزوير، يعني هو وقعة واحدة، هو الراجل بينصب إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب بس عن طريق استعمال محرر مزور، تمام؟ طيب جينا هنا بقى أو إن هو زور محرر عشان ينصب عليه، جينا هنا بقى النيابة العامة هنا بتعمل إيه بقى؟ ملزمة القانون، ألزم قانون إجراءات الجنائية، ألزم النيابة العامة إنها تحيل المتهم بالوصف الأشد، بالوصف الأشد. يعني هتشوف استعمال محرر مزور، طب افرض انه رسمي، دي بقى الجناية. طب افرض انه زور محرر رسمي، دي بقى الجناية. طب وعمل نصب، دي جنحة، انا حيله جناية ولا جنحة؟ لا، اشوف الاشد حيله جناية. يبقى الامر هنا بالايه؟ بالوصف الاشد. اذا ما احالت النيابة العامة المتهم بالوصف الاشد يعد ذلك طبقا لما قالته محكمة النقض، يعد ذلك بمثابة أمرا ضمنيا بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية بشأن الوصف الأخف. دي مسألة مهمة قوي، ما تقدرش ترجع المحكمة تحكمه بشأن الوصف الأخف، لأنه أحيل بشأن الوصف الأشد الذي استغرق الوصف الأشد الأخف. يبقى ما نحكموش مرتين عن وقعة واحدة، ما نحكموش مرتين عن وقعة واحدة. هتلاقوا أنا عامل بحث مفصل
وهو بحث محكم في مسألة الأمر الضمني بقى لوجه نشر في المجلة العلمية لجامعة طابوك، وموجود على الموقع بتاعي. هتلاقي فيه جميع هذه الأحكام بأحكام محكمة النقض بالتأصيل القانوني لهذه المسألة. طيب خليني بقى أتكلم في مسألة إذا ما قامت النيابة العامة بالتحقيق مع متهم دون تحقيق مع متهم آخر، وأحالت أحد المتهمين ولم تحيل المتهم الآخر، هل يعد ذلك بمثابة أمر ضمني بألا وجه بشأن المتهم الذي لم يحال؟ ده اللي حصل في دعوى حسني مبارك. إيه بقى اللي حصل في قضية في محاكمة القرن، وده الدفع اللي دفع بيه الأستاذ فريد الديب؟ اللي حصل ان جت النيابة العامة ظهرت الإشكالية دي، اني خليني انا عايز اجيب لك التواريخ بالضبط. جت النيابة العامة في شهر مارس 2011، تمام، بالضبط، لا شهر فبراير 16/2/2011، حصل محضر في الجناية رقم 1227/2011 قصر النيل، والنائب العام سطر محضر إجراءات وأصدر قرار لجميع النيابات على مستوى الجمهورية بالتحقيق في وقائع الجناية التي حدثت خلال المظاهرات اللي بدأت من 25 يناير 2011 وحتى انتهاء. فجات النيابة العامة في 23/3/2011 23/3/2011 قصرت الاتهام على المتهم. هو كان في بقى ايه الشكاوى والاتهامات كانت لرئيس الجمهوريه، وزير الداخليه، السته من المساعدين، وكان في حوالي 47 شاهد تم سماعهم واتهموا رئيس الجمهوريه ووزير الداخليه ومساعديه، يعني المتهم الاول والثاني لغايه المتهم السادس، وكان في تقرير من لجنه بتاعت الاسلحه والذخيره اللي نزلوا الميادين وما الى ذلك. فكان هناك اتهامات كثيره الى المتهم الاول حتى المتهم السادس او المتهم السابع. جات النيابة العامة في تاريخ 23/3/2011 قصرت الاتهام على المتهم من الثاني إلى السادس دون رئيس الجمهورية، يعني جات على وزير الداخلية وستة من مساعديه. أنا بتكلم من الناحية القانونية البحتة اللي قالته المحكمة والدفع الذي أثير من الدفاع، مسألة قانونية بحتة. فقصرت الاتهام على من المتهم الثاني إلى المتهم السادس وأحالتهم الى المحاكمة الجنائية. بعد شهرين في شهر خمسة، بعد اعتقد ايه اللي حصل، بعد شهرين في شهر خمسة اعادت احالة المتهم الاول عن ذات الوقائع، عن ذات ادلة ثبوت الاتهام، عن ذات قائمة ادلة الثبوت. ما حطوش شاهد واحد، ما حطوش وقعة زيادة، ما حطوش وقعة جديدة، نفس المحضر، خدوا صورة من المحضر، نسخوا صورة من المحضر، تمام، لأن النيابة العامة لما أحالت في شهر 3 قالت إيه وتنسخ صورة من الأوراق لما عسى أن يستجد أو يظهر من وقائع جديدة. هو لم تظهر وقائع جديدة، يعني هو لم يستج، ما فيش إصابة جديدة اتحطت. لو إصابة جديدة اتحطت كان شرب الموضوع وكان بقى في واحد جديد بقضية جديدة لتنفيذ للقرار. لكن هي النيابة العامة جت في شهر 5 أعادت إحالة المتهم الأولاني، هي أحالت في شهر 3 من الثاني للسادس عن قائمة أدلة معينة، جت في شهر 5 عن ذات قائمة الأدلة أحالت المتهم الأول إلى المحاكمة الجنائية. طيب هو أنت لما أحلت في شهر 3 وحققت مع المتهمين كان تحت نظرك المتهم الأول ووجهت الاتهامات إلى المتهم الأول، لماذا لم تحيله مع باقي المتهمين؟ استبعاد المتهم الأول من أمر الإحالة اللي حصل في شهر 3 ألا يعد بمثابة أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية ضده؟ وما تقدرش ترجع تحيله عن ذات الوقائع اللي انت قفلتها وحققت فيها وأحلتها إلى المحكمة في شهر 3؟ ده اللي قالته محكمة الإعادة، ده اللي قالته محكمة الإعادة. جت محكمة الإعادة قالت لك إيه وهي بتحكم في هذه في هذه المسألة؟ خليني أقول لك النص. طيب
الأمور التي في محصلتها إجمالا يستقر معها في عقيدة محكمة الإعادة على النحو المر بيانه أن ذوي القتلى والمصابين في المظاهرات بالمحافظات المختلفة قد تنوع تمسكهم في تحقيقات النيابة العامة بتوجيه الاتهام بالقتل أو الشروع فيه لمن أصيب، وذلك لكل من المتهم الأول اللي هو رئيس الجمهورية. يعني هو بيقول لك المحكمة دلوقتي بتقول لك بقى إيه، إن المتهمين ان المجني عليهم اتهموا المتهم الاول الى السادس الرئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومساعدي. وارتأت النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات في الجناية 1927-2011 في 23-3-2011 اللي هو ايه بقى اللي هو امر الاحالة الاول، انتهت النيابة العامة الى قصر الاتهام على المتهمين من الثاني للخامس من وزير الداخلية لايه لمساعديه ولم تحيل رئيس الجمهورية، واسندت اليهم بالميادين العامة في المحافظات الواردة بامر الاحالة افعال اجرامية مؤثمة لا تقبل التجزئة تمثلت في الاشتراك بالقتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه. وفي ذات الوقت المحكمة بتقول بقى في الأسباب، وفي ذات الوقت استبعدت من هذا الاتهام في أمر الإحالة الأول، أنا بتكلم عن أمر الإحالة الأول اللي حصل في شهر مارس، تمام، استبعدت من هذا الاتهام المتهم الأول رئيس الجمهورية الأسبق بما يقطع لمحكمة الإعادة بجزم ويقين وبطريق اللزوم العقلي صدور أمر ضمني في 23-3 اللي هو تاريخ أمر الإحالة الأول اللي ما فيهوش المتهم الأول، صدور أمر ضمني في 23-3-2011 من سلطة الاتهام بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية قبل المتهم الأول عن تلك الأفعال الإجرامية المؤثمة، سيما وأن المشرع الجنائي وما تواترت عليه أحكام محكمة الإعادة لم يستلزم وجوب سؤال أو استجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة قبل تصرفها في الأوراق المطروحة عليها بعدما حملته من أدلة قولية وفنية، الأمر الذي يترتب عليه قانونا أن يوصب أمر الإحالة في الجناية 3642-2011 اللي هو أمر الإحالة الثاني في شهر مايو بقى، تمام، قصر النيل، سند اتصال محكمة الإعادة بالجناية المطروحة بأنه باطل بطلانا مطلقا. هو بيقول لك بقى أمر الإحالة الثاني للمتهم الأول رئيس الجمهورية هو باطل بطلانا مطلقا في شق الاتهام بالاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار، تمام، الواردة بأمر الإحالة وغني عن البيان. ليه باطل بطلانا مطلقا؟ لأن أنت أحلت في شهر 3 دون أن تتهم المتهم الأول، ورجعت في شهر 5 أحلت المتهم الأول عن ذات الوقائع اللي أنت ما اتهمتوش بيها، يبقى ده أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية. بس إيه البطلان ده مقتصر على التهمة دي بس، ذات هذه الوقائع دون باقي الاتهامات، تمام. لذلك المتهم وآخرين لعدم انسحاب الأمر الضمني عليهم بما لا مناص معه أمام محكمة الإعادة، وعلى ضوء أن هذا النعي من النظام العام إلا أن تنصاع لذلك. هو بيقول لك أن الأمر يبقى لا وجه لإقامة الدعوة الجنائية أمر متعلق بالنظام العام إلا أن تنصاع لذلك وتقضي بعدم جواز نظر الجناية رقم 3642-2011 والمقامة في 24-5-2011 قبل المتهم الأول في مقام الاشتراك بالقتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه لسبق صدور أمر ضمن النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية قبله في 23-3-2011. واضح؟ يبقى جات المحكمة قالت إن عدم سؤال إن عدم إحالة المتهم في أمر الإحالة الأول لا يعطي للنيابة أو سلطة التحقيق أحقية في إعادة إحالة المتهم مرة أخرى عن ذات الوقائع التي لم تحيل بها في أمر الإحالة الأول. إلى أن محكمة النقض هنا حصل طعن لتاني مرة بقى، محكمة النقض في جلسة 4/6/2015 رفضت هذا الحكم ونقضت يعني الحكم دوت وأعادت المحاكمة وحكمت بالبراءة على أساس أن الأمر بألا وجه لازم يكون له ضوابط ولازم أن المحكمة تكون مستيقنة من صدور إجراء ينبئ عن
ينبئ عن وجود أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وعدة أسباب أخرى نقد من أجلها الحكم ولكن صدر بالبراءة، ولكن ما انتهت إليه محكمة الإعادة له أصله في القانون، له أصله في أحكام محكمة النقض. وبذلك ننتهي أن محكمة الإعادة في محاكمة حسني مبارك لم يكن حكما موضوعيا بالبراءة، ولكن كان حكما إجرائيا بعدم قبول الدعوة لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية، ثم حصل على البراءة أمام محكمة النقض. وده كان دفع قانوني جوهري إجرائي مهم جدا دقيق جدا، حبينا أن احنا نشارك زملائنا بيه عشان إن شاء الله إذا ما استعملناه أمام المحكمة، لأنه مش دارج مش منتشر ولكنه في منتهى الخطورة ويترتب عليه انتهاء الدعوة الجنائية. نشكر حضراتكم وسامحونا إن كنا طولنا عليكم، وإن شاء الله نتقابل في فيديوهات قادمة. شكرا.